بريكس هي اختصار للأحرف الأولى من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. تضم دول بريكس 5 أسواق ناشئة رئيسية في العالم، وتمثل 40% من سكان العالم، وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية، وهي أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي. تلتزم دول بريكس بمبادئ الانفتاح والشفافية والتضامن والدعم والتعاون المتعمق والتنمية المشتركة. وروح بريكس المتمثلة في الانفتاح والشمول والتعاون والفوز المشترك. وتلتزم آلية تعاون بريكس بتعزيز ممارسة التعددية، وهو ما يلعب دورا هاما في التنمية العالمية المتوازنة. We hear countries from different continents. We have Senegal, Nigeria in Africa, we have Indonesia, Saudi Arabia in Asia. So many countries are looking towards to become members of the BRICS because they know what the potential. So the BRICS is not about being geographically attached to each other, it's about multilateralism. There's a lot of impetus, a lot of potential, and really China is trying to bring all the parties together to be a balancing power and call for a new call for new consensus and multilateralism so that the whole world can relieve itself of the burden of the COVID-19 pandemic. قمة بريكس 14 التي عقدت في 23 من الشهر الجاري وتحت عنوان تعزيز شراكة بريكس عالية الجودة الولوج إلى عصر جديد للتنمية العالمية، أكدت على تعزيز شراكة بريكس بشكل شامل وأوثق وعملي أكثر لتحقيق تنمية عالمية أقوى وأكثر إخضرارا وصحة.